محمد صبحي هيكمل الفترة دي. أول حاجة في النوبة المسيحية لازم نتفق على أساسيات عندنا. زي ما شايفين مع بعض لما نعمل السلايد هنا أوريدي. طبعا نطلع من كده عشان أنا شايف حاجة أوريدي. كده سامعيني؟ في البداية خالص هحب أتكلم على أول حاجة هنتكلم عليها خزان أسوان، لأن خزان أسوان في الواقع يا جماعة هو النبذة العالم كله لأهمية النوبة عموما، في الحروب المسيحية والإسلامية حتى النوبة القرآنية. بداية إنشاء خزان أسوان كان هو أساس في اهتمام مصرين الصين. أول صورة عندنا جديدة فيها طبعا في بيت العفريت طبعا. أنا جاي من القسم تحت على ناحية الشمال القسم الفرعوني موجود مرتين ومكتوب صوت النطق بتاعه با ياس ريك أو ليك ريك واللام في العصر الفتح اللي بيديله بعض اللي هي بي لاك عارفين بي لاك الاسم القديم بتاع كيوت فيلا وبولا من بي لاك معناها كبيرة وتحتها اسم مرة تانية بطريقة أخرى اللي هو با ياس ريك أو ليك. بمعنى إيه يعني؟ بمعنى جزيرة الحد أو جزيرة النهاية أو جزيرة الحدود اللي هي ما بين موات عارفين طبعا من بداية النوبة موات عن مدينة أسوان وخط الحدود الحقيقي كان فعلا جنوب جزيرة فيرا حوالي 65 سنة. فدي نهاية أول مقاطعة من الصعيد اللي هي بس في دولة العشرين طبعا وعاصمتها طبعا في 30 أو جزيرة الأب أو الحاج. وعندنا الاسم الموجود اللي جنبها على يمينها ده الاسم بالقسطي واللي بعدها الاسم بالإيماني. يبقى فيلو او فيلاي الرابط بعد كده ملهاش علاقه بكلمه فيلو بمعنى حب وحبيب للناس اللي بتطلع عليها عشان الاسطوره بتاعت انس اليهود والقصه اللي بعدين بس الاسم المصري القديم بقى يكتب بجيب الحدود او بجيب الضرر او الحاجه. نفس الكلام من الجزيره والمنظر الثاني الجزيره ونبدا اول حاجه في القصه بتاعتنا بنتكلم عن الممالك اللي كانت موجودة في منطقة النوبة. يعني احنا في ثلاث ممالك موجودين في منطقة النوبة زي ما شفتوا على الوقت موجود قدامكم. لحظة واحدة الجدول عندنا الممالك اللي قامت على الارض مملكه مروه لما انهارت قام بدلها ثلاث ممالك. الكلام ده كان في القرن الثالث الميلادي. اول مملكه اللي هي البصره وعاصمتها فارس تمتد من الجندل الاول للجندل الثاني ومن الجندل للشجره يا جماعه. المملكه الثانيه المقرى وبتمتد من الثالث للرابع ودي عاصمتها من قرية العجوز بعد كده دخلنا جوه السودان. الثالثة والأخيرة اللي هي علوة أو مملكة الأبوات زي ما نعرف يسموها ودي عاصمتها سوبا تمتد إلى الجنوب من الشلال الرابع يعني نتكلم في منطقة الشلال الخامس وده هيبقى واضح في الصورة الجاية. هذه الممالك الثلاثة زي ما شفتوا مع حضراتكم كده عندنا أول واحدة اللي هي نوباديا فوق اهي وراها ماكوريا او المقرى واخيرا الوا في كل الجنوب. الصوره بعد كده هي نفس الكلام مره ثانيه على خرائط ثانيه بس هما ثلاثه نوباديا مقرى علوا. فلما هتكلم عن المسيحيه او حتى عن الاسلام بعد كده الحاج محمد صبحي هتكلم عن نفس الثلاث ممالك هما دول اللي احنا بنقولها. انا جاي اكثر من الخريطه كلهم نفس الحاجه. طبعا دي اهم المناطق الاثريه الموجوده في النوبه السودانيه قبل كده كان الدكتور احمد اتكلم وكان في ابي يوسف وعيلة اتكلموا عن حاجات انا مش هكرر اللي اتكلموا قبل كده.
الجزء الفترة الإسلامية حتى محمد صبحي اتكلم بالتفصيل عليها. كان عندنا المملكة بتاعت القنش زي ما شايفين المنطقة الخضراء، وكانت عاصمتها سنار، بس ده في العصر الإسلامي هتكلم عليه حتى محمد صبحي بالتفصيل إن شاء الله. مملكة مروي كان لها لغة اسمها اللغة المروية. اللغة المروية مهمة جدا عندهم. ليه؟ أول حاجة بتشوفين تلك الجزر عندنا من الشمال لليمين العلامات مشتقة من العلامات المصرية القديمة، ولكن تم اختصارها أو اختزالها. واللاتينيين وكل اللي أنا كاتب هنا عبارة عن 15 حرف ساكن، وعندنا أربع حروف متحركة باول، وعندنا أربع علامات توكيل، ويهمني قوي لعلامة فصل الكلمات هي آخر واحدة تحت يمين. الثلاث نقط اللي فوق بعض ودول بنشوفهم في بعض النصوص واضحة جدا، زي كلبش على سبيل المثال في نص مروي هناك لما تيجي الصورة بتاعته تتحرك عليها. يعني كده اللغة النوبية اللي احنا بنسميها المروية النوبية بعد كده المسيحية مشتقة من اللغة المصرية القديمة. ومش كده بس، زي ما الأعباط مع كده المسيحية أخذوا اللغة المصرية القديمة كتبوها بحروف يوناني، أخذ النوبيين على نفس الشيء، أخذ اللغة أو الحروف مش طبعا مش كل الحروف الأكثرية، لكن أخذوا علامات المشركين من اللغة المصرية القديمة واختصروها وعملوا اللغة بتاعتهم اللغة المروية. وأضافوا بعض الإضافات ليها الفتش في الأصوات في اللغة بتاعت ذلك، أكيد بالظبط عندنا سبع حروف بتاخدوا من الديموتيفي لأنه ملهاش نظيف الأكثرية اليونانية في المطاعم. دي الكتابة المروية اللي لسه هتكلم عنها حالا موجودة في كلكشن، وواضح جدا لو بصينا كده هتلاقي ان النقط واضحه جدا، في نقطتين فوق بعض مرات ثلاثه، ده الفاصل بين كلمه وبين كلمه ثانيه. وده نص من النصوص يعتبر الكبيره او الطويله بالنسبه للغه النحويه. نفس الصوره مره ثانيه بدايه اكثر من واحده ليها، هنا اوضح اعتقد النقط شايفينها اوضح المره دي طبعا، دي فاصل كلمات اتكلمت عليها. في البداية خلينا نعرف انه في عندنا غموض في الفترة المسيحية عموما، يعني الفترة الإسلامية أوضح بكثير، كتاب العرب المؤرخين العرب الكلاسيكيين ناس كثيرة جدا اتكلمت عن موضوع اللغة الإسلامية، لكن اللغة المسيحية فيها إيه؟ فيها بعض الغموض، وده اللي بيخلي المعلومات إلى حد ما مش واضحة كويس. لكن الرأي الشائع اللي بيقول زي ما كاتب كده هنا إن المسيحية دخلت النوبة 543 ميلادي. وانتهت المسيحية في سنة 1323 ميلادي. يعني من نفس هذا التقريب 540 تقريبا 1520، يعني بيتكلم في كام سنة تقريبا؟ يعني ما بيتكلمش فترة كبيرة. ده الرأي الشائع، لكن الرأي الصحيح هنشوفه في المحاضرة. لكن عادة الناس اللي بتتكلم عن اللغة بتوصل لحاجتين التاريخيتين دول 543,000 1323 تحديدا دي الفترة بتاعت الناصر محمد ابن القلاوة. دي حاجة رسمية بس بتاعت حاجة تانية، هنشوف ان النوبة قعدت فترة كبيرة جدا المسيحية بعد الفترة دي، وبرضه المسيحية دخلت قبل التاريخ 543 ميلادي. أول حاجة عندنا عن 37 ميلادي الكتاب المقدس يذكر العهد الجديد في اعمال الرسل وهو بعد الانجيل مباشره انه كان في واحد خفي حبشي، والمقصود به كلمه حبشي ان هو من النوبه منطقه النوبه، كان يهودي. تعرفين الهنديه كان عندنا في جاليه يهوديه موجوده هناك. الرجل ده كان وزير الملكه اللي احنا بنسميها كنداكا في فتره العصر المروي، كان زوجة الملك وأم الملك كلاهما بيحمل نفس اللقب كنداكي، والكنداكي دي تحديدا اللي قابلها اللي كان وزيرها بيتكلم عليه اللي هو أكل أورشليم فيروكوس الرسول، وفيروكوس الرسول عمده خلى مسيحي نصيره يعني. الاستاذ ده تحديدا كان وزير الملكه اللي كانت اسمها هنا عندنا أماني ريناس. الملكه دي زوجة الملك تركتقاس وأم الأمير المزوج أحمدباد، وكانت دي حكمت ما بين 24 قبل الميلاد ل 62 ميلادي.
دي الملكة اللي هي كان الوزير بتاعها أول نوبي نعرفه احتضن المسيحية. ونعرف إن هو كان مثقف متعلم، لأن هو بيربص الرسول لما قبل أورشليم، هو أوريدي كان خصي ده، وزير الملكة كان بيقرأ الكتاب المقدس سفر أشعياء باللغة اليونانية. العهد القديم بالظبط كده، سفر أشعياء من العهد القديم. إذن إحنا بنتكلم على واحد وزير الملكة مثقف متعلم لغة يوناني يهودي الديانة، أسس الكنسية الموجودة في بيت الكنسيس، ثم اعتمد وأصبح أول واحد مسيحي. لكن ده كان عندنا بعض الرسوم، أنا جايب بس مجرد بعض الأمثلة. ده واحدة من الصور وأنا عامل دلوقتي حواليها، لا تشوفوها أوضح. صورة تانية هنا نفس الملكة. طبعا الكنداكا اتفقنا هو لقب مش اسم واحد معين، زي لقب فرعون عندنا في مصر في القديمة. التكفير المسيحية في مصر كان في سنة 60 أو 61 ميلادي، مال مرقس الرسول دخل الإسكندرية وبدأ في نشر المسيحية، وكان ده في عهد الإمبراطور الروماني نيرون. نيرون طبعا انتوا عارفين اكيد طبعا من حلقة روما والأغنية المشهورة شاعر اسمها ياسين. هو اكتشف في الإسكندرية برضه، وده كان بداية دخول المسيحية مصر عموما، يعني بياخد موضوع المسيحية من البداية وماشيين في النوبة مع بعض. في أوائل القرن الأول الميلادي، نشوف مع بعض هنا، في عندنا قبيلة عرضناها كتير جدا اسمها البليني. البليني أو البلينيين بالعربي أو البليني، أنا أفضل المفرد أكثر من الجمع. قبيلة البليني أو البلينيين لو حدث معاها بالعربي أو البلينيين. القبيلة دي قبيلة بتلعب دور مهم جدا عندنا في تاريخ وحضارة النوبة، مش بس المسيحية حتى في العصر الإسلامي. هنتعرف برضه قبيلة تانية اسمها نوبادي، جاية بعدها بعد شوية، بس هنبدأ بالبليني الأول. قبيلة البليني دول أصلا قبائل زنجية، الأصل بتاعهم زي ما اتكلم كده، هم البدو رمحا من بدو الصحراء، وكانوا معروفين إن هم يعني موسمين بالإنجليزي إيه؟ يعني قاده الحرب، اشد المحاربين بأسا بحكم طبيعتهم البدويه والصحراويه. القبيله دي هم اللي بينتموا ليهم الجنس الحامل اللي احنا بنقول عليه النهارده في ايامنا البجا والباتشا، دول موجودين لغايه النهارده في منطقه جنوب شرق اسوان وناحيه البحر الاحمر، ناحيه البحر الاحمر. وعلى فكره منطقه اللي عليها حوالين علاج اللاتين وكده، ده هم نفس السلاله، يعني هم نفس المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها ونفس الشخصيات اللي احنا بنتكلم عليها. هم دول اللي منهم النهارده جم قبيله البشريه، وعلاقه البشريه طبعا اكيد سمعت عنها او ربما تكون شفت بعض الناس في منطقه اسوان قبيله البشريه. دول الناس اللي هم بداوا يلعبوا في اواخر القرن الاول الميلادي، دول هم جدا بداوا يهجموا على منطقه اسوان. وبنلاحظ كمان ان النوبه عموما بظروفها الطبيعيه معرضه للسكان، مش جاذبه للسكان. فشعب البليني ده بدا يظهر له عقل ثالث في اواخر القرن الاول الميلادي. بنصر بعد كده على الامبراطور انطونيوس بيس، بيس معناها كويس طيب، اللي حكم ما بين 138 و 161 ميلادي. البليني الفتره دي بنعرف ان هم بدأوا بالحج لجزيرة فيلا لإعداد جديد. أول معلومة نعرفها عن الحج المقدس بتاعهم في الفترة دي من عصر الإمبراطور أنطونيوس بيس. الحج ده كان بيلعب دور كبير جدا جدا جدا، هنشوفه بعد كده في الأخير دخول المسيحية وفي الأخير دخول الإسلام أيضا. هم نفس القبيلة لعبوا دور في الأخير دخول الدينتين مع بعض. الحج كان بيعملوا الحج مرتين في السنه زي ما كانت كده في الربيع والخريف، وكان بيعمل تمثال الهه ايزيس على اساس ان هو يجلب النماء ويجلب الخير والبركه في ارضهم. ايام الامبراطور اوريجان حصل انه البليني هجموا من الجنوب لغايه منطقه زي ما كانت كده الشام مش هفه عن بعضنا، واستولوا على حاجات كثيره هم اللي ماشيين في السكه بتاعتهم. وده كان بتأثير الراجل اللي كان اسمه هنا جاسم فيرمو، و
لنعرف انه الامبراطور اوريليان قعد يطارد المجموعه بتاعه البليني لغايه ما رجعوا للنوبه مره ثانيه في عام 274. اخذوا سنتين تقريبا الحرب السجاله بين البليني وبين الامبراطور اوريليان او الامبراطوريه الرومانيه. تخيل الامبراطوريه الرومانيه كلها وقفت سنتين عشان رجع البليني مره ثانيه لمنطقه النوبه. ده وقفتين هم كانوا فعلا اشداء في الحرب. وده على فكره اللي وصلوا بعد كده المدين بعدين الفتره الاسلاميه لما الجيش عمرو بن العاص وسعد بن ابي سعد سماهم رماد الحدق عشان بيمشوا على حدق الاسلام. معاهده البقاء. عام 284 ميلادي هو بدايه حكم امبراطور دوكليديانوس وده اللي احنا بنسميه في المسيحيه تقويم الشهداء. كان بدايه تقويم الشهداء مع احتلاء دوكليديانوس العرش لم اكبر عدد ناس او استشهد بمعنى صح المسيح كان في عهده حوالي 800,000 قبط. 800,000 قبط. فبتبدا التقويم القبطي او تقويم الشهداء اللي بنسميه مع احتلال دوكليديانوس العرش 284 ميلادي. لكن بنعرف بعد كده انه فتره دوكليديانوس حصلت مشكله كبيره جدا. احنا اتكلمنا عن بليني اوريدي. ندخل هنا بنلاقي ان احنا عندنا المنطقه اللي هي معروفه باسم اليوناني طبعا اللاتيني دوديكا شينوي. دوديكا بمعنى 12، شينوي بمعنى مين بس جميل رومان مش جميل انجليزي. منطقه 12 جنيه هي المنطقه جنوب اسوان تمتد لغايه منطقه المحرقه. اللي راح لكم بحيره ناصر في معبد المحرقه طبعا هو مش من الموقع القديم بس يعني اسم القريه موجود لا زال النهارده قريه المحرقه. نتكلم في منطقه كبيره حوالي 110 كيلو 120 كيلو تقريبا. المنطقه دي كانت دي كاشين شينون او 12 ميل دي كانت المفروض انها بتتبع في الواقع المفروض جزء من الامبراطوريه الرومانيه اللي مصر كانت وقتها تحت العصر الروماني او الاحتلال الروماني بمعنى اصح يعني. لكن قبيله البليني استطاعت قوتها الحربيه العسكريه انها تضم هذه المنطقه ليها ودوكليديانوس نفسه بيقول ان هو من الحكمه ان يسيب لهم المنطقه دي. مش عاوز مشاكل في البلد، مش عاوز مشاكل معاهم، قال لهم يا عم ايه؟ بالظبط كده، هي المشكله هنا خدوها واحنا مش عاوزينها. وعملها زي ما بنسميها بالانجليزي بافر زون، منطقه فاصله بينه وبين النوبيين والبليني تحديدا عشان مشاكلهم مع الامبراطوريه الرومانيه. ده اللي حصل وقتها بالظبط. وهنا بيظهر لنا بقى في مره ثانيه شعب جديد اسمه نوبادي. برضه نوباديين بالعربي بحكي معاه كلمه او نوبادي نيمز نفس الحاجه. مرات بيتقال عليهم نباتي بدل زي تي هم نفس الحاجه. النوباديين دول اصلا مش زي البليني، احنا بنتكلم البليني جايين من المنطقه الافريقيه لكن دول جايين من منطقه ليبيا. واستقرت المنطقه اللي النهارده بنعرفها كارفور وكردفان جنوبا يمتد شمال لغايه الواحه الخارجه. الامبراطور دوكليديانوس جاب القبيله دي اللي هي النوماد النوبيين وحطهم في منطقه الايه 12 ميل بقول لكم عليهم هم راسين بيت ما بين البليني يبقى هم في النص راسين شمال والبلينز او البلينيين جنوب. دول اللي هي القبيله اللي بنتكلم عليها اللي هي النوبات. وغالبا كلمه نوبه جايه من نوبات على فكره من اسم القبيله. لكن ده برضه ما فيش كلمه طبعا نوبه ونوب في القران بمعنى الذهب لكن برضه دول متاثرين بنفس الشيء. بالمناسبه يعني ليه واحد زميلي مهتم جدا باللغه المصريه القديمه ومش فاكر ولا حاجه هو دكتور كبير لكن انا ما بسميش انا بدون عن نفسي. بيطلع كلمات غريبه وعجيبه مش بس خطتي ابتدى يطلع كلمات نوبيه متاخده من الفرعونيه. ابن عزيز مثال احنا كنا عارفين كلمه الدوله والكنوز والكلام ده طلع من كلمه كنزي او كنوز كلمه فرعونيه. ودي فعلا كانت كلمه فرعونيه موجوده في العصر المتاخر لكن ده ما فيش طبع انها استعملت بعد كده في فتره اسلاميه لكن اصله متاخد من الايه؟ من المصريه القديمه. كنا احنا وصلنا لغايه في الدراسه هنا على القصه بتاعت النوبات لما قعدوا في مصر ده حاميه فاصله بين البليني وبين مصر الرومانيه. بنكمل مع بعض في سنه 312 كان الاعتراف بالمسيحيه. اول ما اعترف بالمسيحيه هو الامبراطور قسطنطين
والإمبراطور قسطنطين كان في القصة المعروفة طبعاً حكم الملكة هيلايا، لعبت مجموعة كبيرة جداً من الأديرة عند رأس مصر على فكرة، قبيلة نقادة في سبع أديرة هناك على سبيل المثال، عمل الإمبراطورة هيلايا على سبيل المثال. بس كانت في القيامة هي في هناك في القدس طبعاً عمل كذا حاجة، بس أهمهم طبعاً في القيامة هي أكبر حاجة موجودة. وبالمناسبة المسجد الأقصى بني على نفس حجم وشكل رئيس القيادة، يعني ما بقول الحقيقة طبعا الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب طبعا لما فتح القدس وشاف رئيس القيادة فحب يبني حاجة على هذا المستوى على هذا يعني مضاهي، فعمل مسجد الأقصى. لكن بالضبط، لكن بعدين اتعمل قبة الصخر. قبة الصخر كمان على فكرة أنا طبعا كنت هناك، قبة الصخر كانت أجمل بكثير جدا في ناحية معمارية ذكرت الزخرفية عن المسجد الأقصى. المسجد الأقصى النسبية يعتبر حاجة يعني فنية أقل من قبة الصخر. قسطنطين زي ما بقول لكم هو كان أول ملك اعترف في الديانة المسيحية، اعترف فيها كديانة بمعنى أنها أصبحت ديانة ممكن اعتناقها، بس مش الديانة الرسمية. ناخد بالنا من الحتة دي، ديانة مسموح باعتناقها. كان قبل قسطنطين أي حد يعتنق المسيحية مصيره معروف، يعدموه بالسجن. لكن من أيام قسطنطين أصبح من الممكن اعتناق المسيحية. مع بداية الاعتراف المسيحية بنلاقي في أول صوفية عندنا أو أول أبروشية عندنا اللي هي الصوفية سيلة. وعشان زمايلنا يفهموا يعني إيه الصوفية ويعني إيه الأبروشية، احنا عندنا نيابة الأنبا هدية هنا يعتبر هو الأسقف، فبالتالي اسمها أسقفية، بيتقال عليها مطرانية في نفس الحاجة، إن هو مطران برضه. الأسقف درجة أقل، المطران درجة أعلى. وبالمناسبة سيدنا الأنبا هدية هنا هو آخر أسقف كبير في السن أصبح مطران، يعني زمان كلهم الأصغر منه كان أوريدي مدرنا، فهو متأخر منه. عموما الأسقفية تطلق على حاجات معنوية أكثر، يعني أسقفية الشباب، أسقفية البحث العلمي، أسقفية كذا، في المطرانية تطلق على مكان حي، يعني مطرانية أسوان على كده. أسقفية فيها كانت أقدم أسقفية عندنا في مصر كلها، كان مش مصر، كان عن لغة طبعا، كان عن لغة. تحديدا فيها ليه؟ لأنه فيها كانت معقل عبادة الكنيسة. لسه بتكلم كنت على الكليني والحج السنوي والكلام ده. ففي الفترة دي الأب مقدونيوس، وده كان في 328 373 من البابا أثناكس الرسولي، ده واحد من أشهر بابوات مصر عموما، كان في الفترة العشرين، عمل هناك أول كنيسة وعين منها أسقف وهي أسقفية فيلة. أنا اللي منها جزء كتبوا عن النبيين، وصف النبيين حسب المصادر بتاع الفترة دي، المصادر الخطية قبل دخول الإسلام. هو بيتكلم عنهم كأنهم بني حمد، بيتكلم عن النبيين. يقول عنهم إيه؟ يقول فقراء من الغاية، وضعابهم دبيب فرد، يصرخون نحونا قائلين أعطونا فرصة، زي ما بقول لكم النوبة عموما كانت زراعية ضعيفة. يأتون بدمامهم عراة الأجساد، وفي أوساطهم جلود المعدة، وسلاحهم من جريد النخل والنشاك، النشاك على كلمة فصحى اللي هي الأقواس والأسهم والحراب والسيوف. ده بيدينا فكرة عامة عن النوبة الفترة، بتكلم عن نوبة فترة في القرن الرابع الميلادي، وده الوصف اللي كان جه على لسان الأنبا المقدمس نفسه لما ابتدى يعمل تبشير بالمسيحية في منطقة النوبة. الكلام ده ليه سبب بعد كده؟ هنشوف التفاصيل في الفصل لما الحاج محمد صبحي يتكلم مع الفترة الإسلامية، بس أنا جايب جزئية معينة عن تفاصيل الفصل تأيد هذا الكلام بالظبط. تفاصيل الفصل النصوص اللي احنا شفناها بتاع المؤرخين انه بيتكلموا عن النوبيين، بيقولوا انه الزرع طعامهم الأساسي، طعام النوبيين كان الزرع. عشان كده في تفاصيل الفصل اللي هي اتفاقية التداول التجاري، اتفاق من الضبط اتفاقية التداول التجاري، اللي هو تحكي له الحاج محمد صبحي اللي هو واصل اهو، اتفضل حاج محمد، اتفضل حاج محمد. اتفاقية الضبط كانت قايمة على التداول التجاري، عشان كده من ضمن أساسيات هذه الاتفاقية اللي هي توريد المواد والسلع الغذائية، تحديدا القمح والعسل زي ما كاتب كده اهو، والبقول والتوازن والخل والمنسوجات. النور كان عندنا مشكلتين اساسيتين، السلع والمواد الغذائيه والمنسوجات، فدول كانوا من اساسيات
اتفاقية البقر في الضغط للأسلحة والأسلحة. بنكمل بعد كده حديثنا عن المسيحية النوبة ونرجع للفترة بتاعة الأنبر شنودة رئيس المدعية. الفترة دي بنتكلم في القرن زي ما شايفين كده منتصف الرابع إلى منتصف الخامس. ليه بنسميه رئيس المتوحدين كده كده سريعة كده في كلمة واحدة؟ احنا عندنا الرهبنة في نظامين، يا إما توحد يعني الراهب يطلع جبل لوحده يعيش لوحده بعيد خالص عن الجرطان وعن الدير وعن أي حاجة اسمه التوحد أو الوحدة، عشان كده الإمام مشنود كان رئيس المتوحدين. وعندنا أدوات اللي هي بنسميها نظام الشركة أو النظام الباكومي استخدام الأنبا تخمس مؤسس هدف. فالأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان بيتكلم على النوبة الفترة دي، وبيكون في وقته في بعض قبائل الفلبينيين بدأوا يؤمنوا بالمسيحية، ودي من أول أو أقدم إشارات إن بدأ الفلبيني يتحول من الكاثوليك إلى المسيحية. وده طبعا القصة دي حسب الأنبا ويسا اللي كتب أو نقل عن الأنبا شنودة. طبعا هم الاثنين قبل كده ان هم المستوى الاساسي في الاخير تكون المسيحيه الى بلدهم. ما بين 390 و 391 اصبحت الديانه المسيحيه مش زي الاول ديانه ممكن اختراقها، لا اصبحت الديانه الرسميه الديانه الوحيده، مش لازم اي ديانه جنبها. والكلام ده طبعا كان ليه تاثير كبير جدا انه بدات نقدر نقول كده حمله ضد الوثنية على مستوى العالم كله، مش عندنا بس في مصر، على مستوى العالم بالكامل بدأت حملة ضد الوثنية. ودي على كده كان سبب أساسي عندنا في مصر وبره مصر في تشويه تكشفوه بعض المعابد والتكسير وما شابه، كانت تساكن مع بداية اللي هو الفترة دي بنتكلم عليها بتاعت الإمبراطور سيئو دوسيوس. سيئو بالمناسبة اليوناني واللاتيني معناها الله، دوسيوس معناها عطية، عطية الله، ده اسم اللي هو الامبراطور. الامبراطور سيئوس اعترف بيها كديانة دولة او ديانة الوحيدة والرسمية للدولة، وده زي ما انا قلت هو اللي كان مفترض يكون رد الفعل الطبيعي بتاعه يقفلوا معبد ايديس فيها، لكن ده ما حصلش. معبد ايديس فيها عشان نبقى عارفين مع بعض ان هو على مستوى العالم المسيحي كله مش بس مصر عندنا، هو اخر معقل للوثنيه على مستوى العالم المسيحي كله. وكانوا الجليني تحديدا هم اخر من احتضنوا المسيحيه. النقش ده بقول تاريخ الصوره بتاعته اهي عن قريب، الصوره عن بعيد شويه. النقش ده اذا مش شايفين مكان التاريخ بتاعه 24 اغسطس سنة 394 ميلادي، ده آخر نقش مؤرخ، مش آخر نقش عموما، آخر نقش مؤرخ، عارفين الفلسفة ده، وهو موجود في أحد أخرين بوابة الأجيال على ابن الإنجليزي. النقش ده بيقول إن ده الترجمة بتاعته، كان يقول اسمه اسمك، واللي جاي في المصادر اليونانية واللاتينية اسم كريستوس، هو نفس الشخص. اسم الفرعوني كريستوس باليوناني والروماني، ده كان اخر كاهن مثلا يعرفه بالاسم. وبالمناسبه السيره بتاعته جايه في القصه بتاعت الانبا مقدونيوس لو قصه كبيره او قصه زي ما انا قلت لكم. الكاهن ده كان كاهن اللام النوبي ميلول، خد بالك المرسوم هنا ده النوبي، هو اللام النوبي ميلول، هو قريب الشبه جدا لمندوبيس، اللي فيه علاقه بينه وبين مندوبيس، لا ده اسمه ميلول، هو نسخة أو صورة نوبية للإله خورس. بس ليه بنقول نسخة نوبية؟ لأنه الشعر الأخضر واضح جدا، الملامح النوبية على الوجه بتاعه واضحة. والنقش ده بيتكلم عن هذا الإله. النقش ده بتاعته من قبل ميروي ابن خورس. طبعا ميروي هنا مكتوبة بنفس الإله، هو نفسه بيلول على فكرة، بس ده نطق فرعون، هو نفس الإله. نطق فرعون ميروي هو الاسم اللي احنا عارفينه مليون ده النص الجريك او بياد اسم طبعا ده الكاهن اسم اخوه ابن اسم الكاهن ده اسم الابن وابوش الاسم الفرد دي نفس الايه اسم ده بطل موسى الاول والثاني كده اسم اخوه ابن اسم الكاهن المتنبئ الثاني
بقى فيه في كبير كان متنبأ أول متنبأ ثاني أو متنبأ كنون لأن لا حد يزيد إلى الأبد وإلى الأبد. كده أول سطر اللي فوق يمين الثالث الصف الثاني الكلمات اللي صيغت من قبل اللي هي جد لدوكين في الميروليكي اللي ممكن نتابع معايا سيد أبدون طبعا أبدون معروفة اللي هي هيلة إثنان العظيم حورس في هيئة المندوبيس اللي أنا حاطط بين قوسين في الجامعة عشان بس تعرفوا مين هو الإله ميروليكي. ده آخر نقش مقرر وخدوا بالكم من كلمة مقرر يعني عندنا ليه تاريخ ونجيب بعد كده احنا ما عندناش ليه تاريخ. هو نفس النقش صورة مقربة دي عشان بس الناس تبقى متخيلة المنظر كده وده البناء اللي أنا بقول لكم عليه من دول ولا طبعا مستحيل شوهم المنظر بتاع الراس بتاع الإله. سنة 453 حصلت معاهدة بين روما وبين الهلال قبيلة الهلال. المعاهدة مهمة جدا بالنسبة ليه؟ المعاهدة دي هتظل سريعة في المفعول لمدة 100 سنة بالظبط. ومجرد ما تنتهي بعد 100 سنة هنفاجئ إن البريني بيهجموا على أسوان اللي طبعا تبع الفترة دي اللي هي فترة الرومانية وبيكسروا الدنيا الأصلاعية. الابتدائية دي حصلت في أيام الإمبراطور اللي اسمه ماركيان بالقاء أو بالكاف. ماركيان هو نفس الإمبراطور وده كان أيام البابا ديسقورس البابا 25. اللي حصل وقتها إنه في اللي معقول إحنا إنه الإمبراطور تقليديانس جاب المبادي حطوهم بين مصر وبين الإسلام الجنوب. في الفترة بتاعت اللي هو الإمبراطور ماركيان الخاصة بالكاف اتحدوا قبيلتين بدل ما كانت في واحدة واقفة قدام التانية القبيلتين اتحدوا مع بعض وسبب اتحادهم بالنسبة كانت أجانب كتير. يعني في الأول البليني كان يقابلوا أوليس فقط أصبح دلوقتي عندنا البليني والنوبالي القبيلتين اتحدوا مع بعض وهجموا على الإمبراطورية الرومانية وكان هجوم كتير جدا واضطر قائد الجيش اللي اتبعت عن طريق الإمبراطور اللي هو كان اسمه ماركيان اضطر ان هو يحاربه بحرب كبيره جدا ويعقد معاهد السلام بعد حرب طويله وكان هم بنوتها. اول حاجه البليني والنوبالي طلبوا ان هم يحتفظوا بحق الحج الى منطقه فيرس اسوان يحتفظوا بحق الحج. في المقابل الرومان سابوا لهم المنطقه كلها اوكي مش مشكله عندنا خدوا المنطقه دي طالما فيها مشاكل لكن ادونا الاسرى الرومان بدعنا وتدفعوا لنا مبالغ تعويض عن الخساره اللي حصلناها في الحرب العربيه نسبة كبيرة من الجيش الروماني على فكرة قضي عليه فرنسا. طبعا في نقطة تانية كتيرة كتبتها قريب في التفصيل هنا عندي. إذا كده احنا بنتكلم إنه بدل ما كان عندنا مشكلة واحدة اللي هو البليني وعبادات اللويزيز أصبح عندنا مشكلتين دلوقتي البليني والنوبالي الاثنين بتعبدوا اللويزيز عشان كده اللويزيز كانت زي ما قلت لكم آخر إلهة تعبد في العالم القديم كله. بالمناسبة حتى كلمة باريس اللي هي تنسب إلى باريس بغيث باريس كان المقصود بيها معبد باريس الكبير اللي عندهم في باريس. ده يوريك قد إيه إله باريس كان ليها أثر كبير جدا وعلى طبعا تعطيه أصنام الجاهلية اللاتي والعزى اللاتي باريس والعزى أوزوريس هم دول أكبر صنمين كان في الجاهلية اللاتي والعزى باريس وأوزوريس. من نفس السنة تقريبا عندنا نص الجرافيتي اللي احنا بنسميه بالعربي مخربش لو كانت بتستخدم كلمة مخربش الناس بتبقى الناس تعمل ايه مخربش؟ ان هو خربش على خير طبعا. المخربش ده اتفضل المخربش او الجرافيتي زي ما احنا عارفينه مع بعض ده لواحد من الحجاج اللي حج لمنطقة سيرة فيلا حج لمعبد إله إيزيس وبيرجع لنفس السنة بالضبط اللي أنا بتكلم فيها اللي بعد سنة المعاهدة بتاعت السلام اللي كانت بين الرومان أيام الإمبراطور المصريان ومع البليني ودي موجودة على فكرة عندنا فيلا في خط الأعمدة الرومانية. النقش اللي لسه انا اي حاجه كان من سنه 452 او 53 هي السنه اللي حصل فيها معاهده السلام اللي انا هتكلم
لكن عندنا احنا ده اللي احنا عارفينه فعلا حقيقي. بعد فكره حاجات ده مشهور حديث جدا الكلام ده، اعتقد معظمنا ما يعرفوش قبل كده. ده اخر مخربش او جرافيتي في الصين بالكامل، ده تلاقي سنه 2008 على فكره، ده حاجه حديثه. موجود اعلى السطح بتاع البرج الثاني زي ما يتقال كده في الصين، وده كان واحد متخصص في الجرافيتي او المخربشات، كان بيدور على المواضيع دي ودي. وده اللي انتم شايفينه 495، لو رحنا للقبل على طول 450 تقريبا، بنتكلم حوالي 40 سنه بعد اخر نص تقريبا او اخر مخربش او جرافيتي احنا عارفينه. يعني ايه تتكلم 490؟ يعني تتكلم لغايه 490 رغم كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، ان هي اصبحت ديانه رسميه وديانه دوله واعترفوا بيها، لكن لسه عندنا الوثنيه لا تزال موجوده في معبد فيلا. 537 بنشوف مع بعض انه الانبا ثيودور اسقف فيلا، وده اللي احنا بنشوف صلاه الاعمده يا جماعه، صلاه الاعمده الكنيسه بالظبط كده. الكنيسه انا يعني اوكي هي على اليمين، لا انت داخل الصاله اللي بعدها على يمين اليمين هتلاقي الصليب والنقش اليوناني، وانا جايب صوت عموما. عندنا الانبا ثيودور اسقف فيلا، اتكلمنا عن انبا مقدونيوس قبل كده، ده الانبا ثيودور ده اللي وراه. عمل كنيسه اللي احنا بنشوفها كلنا، هي كنيسه سان ستيفانو او استفانوس بالعربي، الكنيسه اللي هناك فيها سان ستيفانو او سان استفانوس، دي الكنيسه الموجوده فيها لغايه النهارده. والجزء اللي مكتوب باليوناني ده بيستخدمها بتاعتنا بالعربي، اللي حد يقراها هم انا بقول كده لكم بالعربي، المكتوب كده بالنص على النص يوناني، اقراهم عشان الناس اللي ورا بعيدة. بمعونه ربنا يسوع المسيح حول الاسقف ثيودور القوي هي ايمان هذا المعبد الى منبع القديس استفانوس بفضل ومعونه السيد المسيح وتحت اشراف بوسياس اكثر الشمامسه ورق. ده النص، ترجمه النص الموجود عندنا، والصوره بتاعته هتيجي مباشره بعد كده. ده احنا كده لسه داخل المصاد الاعمده اللي هو الشق البواب، احنا داخل على يد اليمين لو شايفين الصليب هو موجود. طبعا السودان انت بتشوفها ده موجود على عمود من الاعمده، موجود على عمود من اعمده صاله الاعمده. ادي المسبح اللي بنتكلم عليه بتاع الكنيسه، ده اللي هو بتاع القديس استفانوس او سان ستيفن. والصليب الخفي طبعا واضح جدا، سواء اللي على المسبح الجرانيتي او اللي موجود فوق النيش. الاثنين بس يا جماعه عشان بسمع بعض المرشدين للاسف بيقول حاجات غريبه كده، الصليب المالطي والصليب مش عارف ايه، بس لا ده صليب قبطي صريح جدا ما فيهوش واحد اثنين. نفس الصوره مره ثانيه اهو، واضح جدا ده صليب قبطي صريح. حتى الاصناف نفسها اللي هو العمودين المرسومين بالنقش والقرش نفسه والظهر اللي فوق، وحتى الظهر الفرعيه ظهر فلوتس يعني مصر صميم قط يعني مفيش واحد اثنين. للاسف بسمع بعض المشاهدين بيقولوا حاجات غريبه للاسف يعني. ادي الحته اللي عليها الصليب على اليمين وصليب زي على الشمال. الصليب اللي على اليمين تحديدا هتشوف منظر اوضح، هتلاقي ان هو لما اتعمل بحيث كما لو كان الفرعون بيقدمه، يعني كان في رسمه اوريدي قديمه لما جه يعشي الصليب حط الصليب بين ايدين الفرعون، لان الفرعون بيقدم للمسيحيه. بس كلمة ثيودور اللي هو المصحف موجود الناحية الشمال، ناحية الصليب الشمال. ده الناحية اليمين عبارة عن فين؟ لا لسه أنا مش داخل، أنا لقطة مرة من الصالة. بس هو أنت أنت في الصالة بتاعة الأعمدة هتدخل على الصالة اللي وراها. ده أهو ده حتة لسه واحد، شايفين الصليب معمول إزاي؟ شايفين اللفة بتاعة الفرعون اللي مش واضحة؟ مش هقول لكم عليها؟ الاستاذ بتاع الملك اهو، ادي راسه، ادي ايديه، وادي مصر. يبقى هو اختار المنظر تحديدا بحيث الملك نفسه فرعون كانه بيقدم الصليب او المسيحيه بمعنى صح، على اساس ان هو دي ديانه جديده. ده اللي موجود على الناحيه اليمين. الناحيه الشمال اللي فاضله بالظبط هتلاقي فيها الاسم بتاع اسقف ثيودور. ده الناحيه الثانيه على فكره، الناحيه المعاكسه. بس للاسف كلمه ثيودور هي مش عندي في الصوره. شكرا.
كده احنا هنبدأ ان فيه في الصلاة بتاعة الأعمدة وهندخل على الجزء اللي وراء برضه هنا فيه صليب كبير ضخم يعني هو صليب جاسون في الكارب على ايضا مين الحتة اللي لسه قايلها حالا ان هو الملك بيقدم الصليب فين الناس لو تسمع عليها في جنبها على طول انا وبعدي من جوه بس في سنة في كرسي هنا الفكر في سنة 540 ميلادي والله معكم التسلسل التاريخي 540 ميلادي عندنا الراهب القسطي وخد بالكم من كلمة قسطي عشان اقول لكم القصة الراهب القسطي اللي اسمه جوليان بيبشر بالمسيحية في اللغة اتفقنا عندنا في النوبة في ثلاث ممالك التبشير هنا كان في المملكة اللي هي عندنا الشمالية اسمها كثير نتابع معايا ولا نسيته نباطية علوة العلوة الأخيرة المقر بالضبط كده إذا نباطية ثم علوة ثم المقر راح تستوم برضو راح يستوم ماشي عندنا في السورة تحديدا حصل قصة معروفة جدا إنه الإمبراطور جوستينيان وزوجته الإمبراطورة سيئودورا وسيئو معناها الله زي ما قلنا ودورا برضه معناها عطية عطية الله ده اسم الإمبراطورة الإمبراطورة سيئودورا كانت على مذهب الأورثو زوكسي اللي هو المذهب العقيدة الواحدة أو اللي هو الطبيعة الواحدة مونوثيفيت طبيعة واحدة اللي هو مذهب الكنيسة المصرية اللي هو مذهب الكنيسة المصرية بالضبط كده هي نفسها أرثوذكس أرثوذكس معناها الرأي المستقيم أو الرأي الواحد أرثو معنى واحد فقط بينما زوجها الإمبراطور جوستينيان كان على ضده تماما كان مذهب العقيدة المذهب اللي هو بنسميه احنا ايه؟ الطبيعي بدل مونو فيزيك لا بيو بيو معناها كده بيو فيزيك فالفرق بين المذهبين كان بدايه مشكله مع بدايه انتشار المسيحيه في مصر الامبراطور زوجها عاوز يبشر بالمذهب الطبيعتين وهي زوجته عاوز تبشر بمذهب ايه؟ الطبيعه الواحده لما كلنا عارفين الستات بتكسر الستات بتكسر بنهاء الانثى بعد حملة قبل حملة زوجها والحتة اللي فيها بين قوسين الخدعة مع راجل الأقصر اتفقت مع راجل الأقصر قالت أنا بعت لك البعثة بتاعتي ولما يجوا البعثة بتاعت زوج الإمبراطور ممكنها عندك بأي حاجة وأي سبب ما تخليهمش يروحوا قبل البعثة بتاعتي وفعلا ده اللي حصل البعثة بتاعت الإمبراطورة سيئودورا وصلت النوبة قبل بعثة الإمبراطور جوستينيان كان النتيجة الطبيعية إن النوبيين اعتنقوا إيه؟ مذهب الأرثوذكس طبيعة الواحدة المونوفيزيك لما وصلوا البحث التبشيرية بتاع جوزها الإمبراطور جوستينيان حاولوا ينشروا المذهب بتاعهم طبيعتين أو دي دي طبعا النوبيين رفضوا تماما وده كان من حسن حظ مصر طبعا لأن مصر النوبة جزء واحد النوبة جزء من مصر وتخيل لو في بلد مقسومه جزئين ده مذهب وده مذهب او طبعا فيها مشكله عشان كده المسيحيه في النوبه كانت تملي جزء من المسيحيه في مصر ما عندناش اي مشكله بيننا وبين النوبيين في الفتره دي والتاريخ بيرجع ويعيد نفسه تاني حتى محمد صبحي راح يكلمكم عن الموضوع ده لما حاولوا الشيعه ينشروا المذهب الايه الشيعي في النوبه النوبيين طبعا حاولوا الفاطميين ينشروا مذهبهم الشيعة بحيث ان يحصروا السنة في مصر من الشمال من الجنوب الازهر وانت عارفين بنو اساسا عشان ينشروا المذهب الشيعي وحاولوا يحولوا النوبة الى شيعة بحيث يبقى المذهب من الشمال من الجنوب مصر كلها تتحول الى شيعة نفس الكلام حصل قبل جوستينيان لكن طبعا الامبراطورة فوتت الفرصة على زوجها الامبراطور لاحظوا بس السؤال كانت سياسة الإمبراطور جوستينيان زي ما كاتب كده هي عبارة موجزة وعبارة تلخص الفكرة بتاعته اللي هي دولة واحدة قانون واحد كنيسة واحدة مذهب واحد ده الحاجة اللي هو كان عاوز يعملها لكن للأسف هو ما قدرش ينجح فيها هو بالعكس هو فشل فيها إلى حد ما 543 البداية الرسمية للتبشير في مملكة نوباقيا اللي هي المملكة الشمالية لممالك النوبة الثلاثة تمتد من إيه من الجانب الأول للثاني ده اللي هو أول مملكة كده عندنا اسم مملكتين المملكة الثانية والثالثة في سنة 552 ميلادي كانت دي آخر معركة بين الرومان وبين البليه البليه اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي أخروا دخول المسيحية إلى منطقة النوبة بكرر فيها عشان الناس اللي هي كانت متأخرة شوية
السنة تحديدا كانت معاهدة 33 اللي قلنا عليها أيام مرقيان اللي هو القائد الروماني ماكسيمانوس لما عمل اتفاقية سلام 100 سنة كانت دي نهاية السنة 99 يعني الروميين استدروا 99 في السنة الأخيرة رفضوا ليه؟ عادة إن هم عاوزين يبينوا قوتهم قدام الرومان قاموا بيحاولوا تعاكس من السنة دي 552 قبل نهاية 100 سنة الهدنة اللي تم عقدها ما بين الإمبراطورية الرومانية وبين الهدنة وطبعا ده كان سبب كبير جدا لسيسكو عشان سيسكو السلكي طبعا ما بخافش سيسكو ده مهم جدا عندنا سيسكو ده أول ملك نوبي مسيحي سيسكو نفسه هو اللي هجم البليل بس هو ايه؟ هو نوبادي وفي نفسه اتكلم عليه في الأول النوبادييين والبليلين يبقى هو كده سيسكو هدف للبليميين لكن هو نفسه نوبادي وانا جاي الترجمة تحت النص ونص اللغة اليونانية طبعا من حجم شوية صغير هقراه لكم طبعا سيسكو نفسه ده هو اللي تم تعميله او تم تنصيره على يد اللي احنا اتكلمنا عليه القس جوليان الرائد الارثوذكسي اللي بشر المسيحيه في النوبه من الدفاع النص على عرفنا طبعا حجم صغير انا سيسكو الملك القوي والمباهي وجميع الاسيويين لقد جئت مرتين حتى تلبس وضافه وهربت ضد البنين مرتين ووهبني الله النصر ثم تغلبت عليهم مرات اخرى 3-1 بعد ثلاث مرات انتصرت مرات اخرى عليهم واحتللت مدنهم وكنت قد حصنت نفسي هناك مع جنودي وفي اخر الامر قضيت عليهم ورضخوا لي وعقدت معهد السلام معهم واقسموا الي بالهتهم فوثقت بهم وصدقت ايمانهم لاني اعتقدت انهم ممن يحتفظ بوعده ثم عدت ادراجي الى مملكتي في الاقليم الجنوبي ولانني ملك فانني لا افتكر اثر الملوك الاخرين واسير ورقهم في ركابهم بل انني اتقدمهم باعمالي فاولئك الذين يبحثون عن القتال معي فانني لم اتركهم يقعدون في بلادهم الا بعد ان خضعوا لي لانني اسدا في الاقليم الاسفل وغزالا في الاقليم الاعلى وحاربت بليمي للمكرين حتى تغلب مش عارفين تغلب فين احنا ثم حاربت المبادي الاخرين في الاقليم الاعلى واكتسحت بلادهم لانهم سعوا في القتال ضدي اما ساكن بلاد اخرى الذين تقاتلوا ضدي فانا لم اتركهم يقعدون في الظل بل في الخارج تحت اشعه الشمس الحارقه بدون ان يشربوا قدره ماء في داخل بيوتهم لانهم كاعداء لي لانني سبلت نسائهم واطفالهم. ونلاحظ ان هو بيتكلم عن الشمس الحارقه واحنا عندنا مندوبيس اللي هو اله المعبد اللي في مصر ده ما اتذكرهاش طبعا هو اله الشمس الحارقه من نفسه. الصوره بتاعت اشعه الشمس الحارقه. ده المنظر بتاع سيسكو اللي هو زي ما شايفين كده عامل زي سان جورج فوق الحصان بتاعه عندنا فيه ملاك والنبيس الامر ملاك يديله تاج مندوبيس. يعني لسه عندنا في ايه؟ في لخبطه بين الوثنيه وبين المسيحيه. تاج مندوبيس والملك مسيحي وعندنا في اهو في ملاك يعني الوثنيه مع المسيحيه عملنا لسه فيها ايه؟ لخبطه على الاخر. التاج اللي احنا بنعرف كده مندوبيس ممكن يكون تاج الله النوبي ميمون ففي فرق الشمس مواد الهديات هو نفس التاج تقريبا. وشايفين في شخص صغير تحت الحصان بيطعنه بالحلقه زي سان جورج بالظبط. بس سان جورج ما بيطعنش الشخص بيطعن الشيطان اللي هو مرسوم في صوره غير ادميه تحت الفرس. لو الصوره مش واضحه هنلاقي اكثر من واحده. دي صوره مقربه شويه اعتقد ان الشخص الاولانيه هشوف دي اوضح بكتير. وفي صور ثانيه نفس اللقطه بتاعتها من طبعا دي ده النقش الحالي طبعا وزي ما هنا عبد الاسود لكن بيبقى اوضح شويه. اهو احتمال يكون ده برضه واضح. 567 عندنا الاسقف لونجينوس. الاسقف لونجينوس ده اول اسقف على المنطقه بتاعت ايه؟ فرنسا. احنا بنتكلم على نوبابيا. فعندنا فرنسا العاصمه بتاعت مملكه نوبابيا. مملكه نوبابيا كمان هي كان من الشلال كان اللي كان بالظبط كده من الاول للثاني من الجانب الاول للثاني. هنا كده يبقى احنا عندنا مش بس
ان المسيح انتشرت لان احنا عندنا في اسقفيه في فرس موجوده يعني في اسقف يعني راجل دين على مستوى كبير زي سيدنا محمد هذه الاصوات تخيلوا بس المرضى يعني ده تصحب من فينوس 567 ميلادي اخيرا من 575 577 قفل معبد فيها في احنا قلنا من السنه كام الديانه المسيحيه اصبحت ديانه رسميه وشايفه وكذا ما اتقفلتش الا 543 ده اللي هو بدايه تكشيف المسيحيه في النوبه ما اتقفلش المعبد الا في الفتره دي 575 577 ميلادي طبعا ده تاريخ اصلا مهم جدا في اكمال تحويل باقي النوبه الى المسيحيه لان زي ما قلنا ان البريميين والنوبيين اخر اثنين كانوا بيعملوا مشاكل مع الامبراطوريه الرومانيه عشان عاوزين تمثال الاهليس بتاعتهم ونظام الحكم المعبدي اللي ياخد تمثال بطاقات النوبه عشان يديهم الخير والنماء والخصب وبنا ده اللي حصل بالضبط عندنا لكن اللي يهمنا قوي انه الامبراطور اللي هو طبعا كان جستينيان ايامها مفيش حل تاني غير يعمل اكل بعد حمله مخصوصه لمعبد تزيس في اسوان والقى القبض على الكهنه الموجودين ولكن حتى بالرغم يعني في عندنا روايتين، روايه بتقول ان هو اعدمهم وروايه بتقول انه بعتهم الى السجن عند القسطنطينيه، بس لكن نعرف ان واخد سنتين ايديز واخد كل كنوز ثروات المعبد وبعتها كلها للقسطنطينيه. عشان كده بعض الناس بتقول ان الكهنه تم بشرهم القسطنطينيه والبعض بيقول لك تم اعدامهم في الجزيره. ايا كان ده اخر معقل للوثنيه عندنا في مصر ودي الفتره اللي هي تم اغلاق المعبد بصوره رسميه بالضبط كلمه رسميه يعني احنا نظام المعبد لسه شغال بعد كده رغم احنا بنتكلم في دوله في تقريبا اواخر القرن السادس الميلادي بعد ما الاتحاد دخل لغايه فرس من الشلال الجنب الثاني لكن لسه عندنا معبد في شغال 580 المسيحيه بدات تنتشر من المملكه الاولى لباطيا راحت على المملكه الثانيه عليا اللي هي عاصمتها سوبا اللي هي موجوده بين جنوب الجندل الخامس. الثالث بالظبط كده، الناس بتصحصحها معايا بالظبط كده، يبقى احنا عندنا المملكه اللي فوق لباطيا ثم المملكه الاخيره تحت عليا. يبقى اصبح كده المسيحيه شمال وجنوب في النص الجزء الاوسط كان لسه لا يزال على جنوب. ده 580 ميلادي. بعدها بست سنين بالظبط بالظبط جت اللي هي المملكه الوسطانيه اللي هي بين الاثنين وتم تحويلها للمسيحيه اللي هي مملكه المقرى ودي كانت من الشلال ثلاثه طبعا قناه الترع الثالث وكانت بتطلع عند خمس فدي خاصه ما بين الرابع والخامس دي المملكه اللي هي المقرى اللي بيسموها الكتاب العرب المؤرخين التاريخيين باسم مملكه الابواب في المملكه. وكان دي عاصمتها دنقلة العجوز غير دنقلة الحالية في دنقلة العجوز اللي هي إدارية يعني. آخر تاريخ عندنا عشان كده بقول لكم لسه من كام دقيقة اللي هو المعركة كده اتقفل رسمي واتقفل مش رسمي. الرسمي عدى عليهم 575 577 ده رسمي لكن مش رسمي هو ده آخر ذكر في التاريخ لقبائل البرليني لما هجموا ما بين سنة 595 و 600 ميلادي على قبيلة فيلا وده آخر حاجة نعرفها عن هذه القبيلة وبنعرف إن كان في عندنا سكان نوبيين عايشين في الجزيرة شمال المعبد نفسه. وهنا بيتم تهجير السكان دول القرية النوبية بيتم قتل المعبد مع قتل المعبد يعني ما فيش حد يقعد في الجزيرة حتى السكان مشوم والدنيا خلاص أصبح مكان إيه؟ مكان يعني بسبب خراب كده بالبلد يعني مفيش أي سكان ولا أي حاجة. كل اللي اتكلمت عليه الفترة اللي فاتت ده تاريخ النوبة المسيحي بصورة سريعة بصورة يعني تدريجية مع بعض من بداية الموضوع لغاية كده فترة تاريخية وشفنا مع بعض دخول المسيحية في سلسلة كده. حاضر دي هنا بس الأول قبل ما أكمل الجزء اللي جاي في أي سؤال قبل ما أكمل أكمل بقية تاريخية فصل بالنسبة لي. بيقول لك مفيش ولا خديج من النوبة يقال إن موسى الأسود من النوبة. موسى الاسد النوبه في حوالات في حوالات مش اكيد في حوالات بس احنا نعرف ان في يعني عجيبه في وادي المظلوم على سبيل المثال كان فيها من الرهبان من ضمن الرهبان اللي فيها كان فيها رهبان النوبه
لا هي العكاش. لا النوبة، النوبة هي المنطقة الممتدة من أسوان شمالك لغاية منطقة جنوب في السودان من عرش بقى صحفة الدبة ولا الدبة هي اسمها كده معرفش دبة ما نعمل يبقى دبة بالضبط دي مقولة النوبة بتاعتها. لكن الحبشة وأثيوبيا وكتفي كلها حاجات طبعا مستجدات. النوبة حسب ثبات النوبة حسب الفترة بتقرا عليها الفترة اللي هي النوبة تلاقي ممكن مقصود بالنوبة مقصود بيها النوبة واخد بالك حضرتك ازاي يعني زي ما دكتور غيرهم في المرات دي بيجيبوها كلمة أثيوبيا ومرات بيجيبوها كلمة الحبشة ده خلط بس احنا نعرفها باسم النوبة طبعا عشان كده عندنا نوبة مصرية ونوبة سودانية والناس اللي هو عوار مكوش طبعا في تاريخ الفرعون والتفكير عارفين الكلام ده. فاوريدي احنا عندنا من القرن الثالث الميلادي احنا بنعرف ان كان في رهبان نوبيين موجودين فعلا في بعض الديور على سبيل المثال وادي مطروح على سبيل المثال. اي حد عنده اي استفسار قبل ما اسالك في الجزء الثاني من المحاضره؟ نكمل مع بعض. اذا كان الجزء التاريخي خلصناه خالص كده هدخل على الجزء اللي هو خاص بالكنائس وبالكلام الجافدة والفن والعمارة وما شابه. احنا بنعرف عندنا في النوبة في سبع اسقفيات او سبع ابروشيات. اهمهم هم اللي كتبهم هنا اوريدي فيلا فرس ادريس قرطه صاي دنقله كلبشه طاقه. في بعضهم وجدنا تسلسل لاكثر من 30 اسقف ورا بعض. يعني كانت المسيحيه منتشره ومتبلغه في الفتره. وده هنتكلم عليه في الجزء اللي جاي عن العماره والفن المسيحي في النوبة. عصور المسيحيه في النوبة عموما هنقسمها ثلاث فترات. طبعا الجزء اللي هو ده في الفتره الاسلاميه بتاعت محمد الصبح هيكلمكم عليه بس انا بتكلم عن الجزء المسيحي لكن تداخل في الفترتين. عندنا ثلاث عصور. اول عصر اللي هو العصر المسيحي المبكر ثم العصر الثاني هو عصر الرخاء المسيحي اخر عصور المسيحيه في النوبه ثم اخر عصر قصر ابن حلال طبعا وسقوط ممالك النوبه المسيحيه. العصر الاول بيبدا مع بدايه التبشير انا لسه قلت لكم 540 543 بدايه تبشير المسيحيه في النوبه وبينفكر كله لغايه 850 مع بدء قيام الدوله البولونيه. ده اول عصر عندنا من الثلاث عصور. واهم حدث تاريخي عندنا فيه عموما هو اتحاد او اندماج مملكتين نوباتيا والبقرة. في عندنا مملكتين من ثلاث ممالك النوبية اندمجوا مع بعض وده كان بالنسبة لي أهم حدث عندي في الفترة الأولى. الفترة الثانية أو العصر الثاني هو الفترة من 850 ل 1050 لغاية تقريبا كان حوالي 200 سنة وده يغطي الدولة الرومية والدولة الإخشنية والدولة الفاطمية. ثلاث دول إسلامية. رغم الاسلام موجود لكن كانت النوبة الفترة دي أزهى عصور المسيحية. طبعا حتى محمد صبحي هيتكلم في الفترة الإسلامية وهقول لنا أكثر في التفصيل عن الكلام ده بتكلم بس كده إيه يعني جنرال أو طلع عن الناس كده. الفترة الأخيرة عصر ابن حلال هو اللي بيبدأ من منتصف القرن 11 أو 1050 ميلادي وبينتهي مع ناصر محمد ابن قلون هو ده برضه الرسمي اللي بعرفين ده انتهاء النوبة الرسمي بس بالفعل المسيحية قعدت بعد كده فترة كبيرة جدا لغاية الفترة دي اللي هي 1323 ميلادي اللي هي ناصر محمد ابن قلون. هنبدأ من حاجة سنة هنا هنبدأ ايه حالا انه بعد الناصر محمد ابن قلون رسميا النوبة اصبحت اسلامية لكن فعليا لا لينا لسه في مسيحية. فعندنا من كاتبائية قصر ابراهيم قصر ابراهيم كاتب المواصف بتاعها فين الناس ما راحتش منطقة البحيرة ما تعرفش الأماكن هي قدام مشروع توشكا الناحية الثانية من توشكا قبل بسنة 50 كيلو. في عندنا كاتبائية دي من أواخر القرن 14 خد بالك من أواخر القرن 14 لسه قايلين حاجة من الشريحة اللي قبلها 1323 رسمي النوبة أصبحت مش مسيحية لكن احنا لسه مدينة مسيحية لغاية القرن 14. عندنا اهم حاجه في الصليب اللي انتم شايفينه ده الصليب ده عباره عن مقبره اسقف لله كامله في المنطقه بتاعت قصر ابريم ابن الرجل المعروف والقاتل طبعا المعروف ابن المقبره في سنه 1960 خلف الشرقيه بتاعت الكنيسه الشرقيه بتاعت الكنيسه زي اللي هو قبله في الجامع اللي هي مكان قبله الصلاه ما نقولش عليها الشرقيه انها الشرقيه يعني. اللي وراها بالضبط كده مثل ما بيقول الاسقف تيمو ساوس
آخر أسقف نلاقي أو نسمع عنه يعني بصورة واضحة هو قطيب أعزفة بعضه بس مش ملهمش يعني ملهمش عمل أو ملهمش ذكر تاريخ لكن أبا في مسالس أو أسقف في مسالس كانت آخر واحد يهمني أنا مش أستريد مع فريد احترامك وتسيدي كل حاجة اللي يهمني إنه تلقى مع الجثمان بتاعه ودي حتة بقى مهمة جدا عندنا برميتين طول الوقت منهم أكثر من 4 متر ونص مكتوبين بإيه بقى؟ باللغة الكردية، اللغة الكردية، العربية، اليونانية، اللاتينية، خمس لغات مكتوبين بخمس لغات عارفين دي حاجة رشيد كده مترجم؟ نفس الحكاية دول عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن الجواب اللي هو أخذ المنباطة الإسكندرية البطريرك يعني عشان يبقى هو إيه؟ أسقف بتاع كاتدرائية خاص بالدين جواب التعليم أو التكليف يا بولس المريكي ترشيح يبقى ده عن مهم بالنسبة لي إيه؟ مش لأنه هو من البابا أو من كده طبعا محترم طبعا البوزيشن بتاعه بس هنتكلم الناحية الأثرية إن إحنا عندنا دي حاجة رشيد عندنا حاجة مترجمة بإيه؟ خمس لغات مهم تاني نوبي قبطي عربي يوناني لاتيني ده الاسلوب الموجود عندنا هنا ده احد الحاجات اللي هي موجوده في القبر بتاع اسقف ده الاسلوب على فكره موجود في متحف الليبراني لكن البرميتين المختار اللي هم في متحف المصري حسب معلوماتي انا الشخصيه بس ممكن يكون راح المتحف القبطي يعني هو هنا او هنا انا مش متاكد بصراحه اذا كان اي واحد منهم بس عارف ان هو تبعنا في مصر يعني مش ما خرجوش بره المتحف الليبراني زي الاسلوب والملابس الحكميه بتاعت اسقف نفسه الملابس دول حاجه جيده وعلى فكره الملابس دي ملابس متواضعه جدا بالنسبه لاسقف وده يورينا قد ايه النوبه كانت يعني في ايه؟ في الاضمحلال بتاعها صحيح خلاص تضمحل وده واحد من اخر الرصافه الموجودين عندنا اللي هو اسمه تيموثاوس. طبعا دخلنا بقى في الفتره دي فاحنا بنعرف احتمالات جديده خالص عن اللغه البرويه طبعا. مع بدايه المسيحيه اصبحت عندنا لغه جديده اللي هي اللغه الجنوبيه غير البرويه. البرويه زي ما شفنا في خاص اول سلايد مكتسبه من بعض العلامات والرموز الايه؟ المصريه القديمه. اما النوبيه فهي مشتقه اقرب ما تكون زي ما شايفين الابجديه بتاعتها من القبطيه، يعني هي باديه من حيث بتاعه الاخرى زي ما احنا في مصر عندنا مع المسيحيه خدنا اللغه القبطي وسبنا الهيراميكي، النوبيين نفس الحكايه مع بدايه المسيحيه سابوا اللغه المرويه واخدوا نسخه اقرب ما تكون للغه القبطيه بتاعتنا ويستخدموها في الكتابة. الكتابة اللي جاي اسمه هنا اللي هو اللغة النوبية جاي نكتبها دكتور مختار خليل كبار الله يرحمه ده كان أستاذ كلية الآثار لكن للأسف مات شاب صغير ده لو ربنا ماشي أجل ده هيرجع في اللغة النوبية لأن هو أصلا نوبي واخد الدكتوراه بتاعته من ألمانيا وتخصصه لغة مروية فيعني لا يفتى مات في المدينة يعني بس للأسف الأجل طبعا ما لهوش فرصة كتاب المفروض الكاتب هو الكتاب ده حتى هو وافق ان نشره بس كان كتاب رد جاي على الكمبيوتر خدوه في ضلام الكمبيوتر. دي بقى الأكاديمية عن كده 30 حرف زي ما شايفين. اللي شايفينه مع بعض دلوقتي زي ما بقول عندنا في متحف النوبة في أسوان. زي مكتوب تحت جزء من المحطوط كتاب صلوات مكتوب باللغة القبطية القرن الرابع للثالث الميلادي رقة قصر الويس النوبة. قصر الويس ده حاجة مهمة جدا. ده أشهر وأكمل معبد بيت موجود في النوبة قصر الويس. أنا كاتب فوق التخصيص بتاعته من متحف أسوان الطول وعرض 13.5 17.5 قصر الويس هو أكمل وأعظم أديرة النوبة السفلى وكاتب وصف هنا بتاعه. قصر الويس يهمني مش بس إن هو أكمل وأقدم أديرة النوبة النوبة السفلى لكن يهمني زي ما كنت بتكلم عن التيم الثالث، زي ما قلنا ان هو في عندنا اكثر من لغه مكتوبه في البرديات، احنا عندنا قصر الويز برضه عندنا نفس الشيء، عندنا حاجات زي كده مكتوبه بالقبطي، وعندنا حاجات مكتوبه بالنوبي، يعني عندنا اجزاء من الكتاب المقدس والاناجيل بعضها نوبي وبعضها قبطي. وبعضها واخد الاثنين مع بعض، يبقى كده ممكن تبقى المقابله والترجمه سهله جدا. ده جزء تاني موجود في المتحف البريطاني بيرجع للقرن من 9 ل 10 وهتلاحظوا فوق في القمه خالص في النص بالظبط عندنا التقييم تقييم الصفحه. كان كمان الارقام تكتب بالحروف النوبيه زي موضوع التقييم.
ده برضو مخصوص موجود في متحف برلين، وادي موجود فوق التقييم ده برضو نفس الحكايه اللي انا اتكلمت. عندنا هنا جزء تاني برضو مخطوطه تانيه من متحف بريطاني، هنلاحظ فوق مكتوب ناحيه الصليب الشمال بس انت مش واضحه قوي، كنت واضحه في الصوره اللي وراها. بالظبط كده الفا واوميجا، بالظبط كده الشمال الفا زي حرف ايه واوميجا زي حرف دال، البدايه والنهايه الف والياء. دي تبني حاجه من ضمن الحاجات اللي هي بالنسبه لنا في المسيحيه، البدايه والنهايه تشير للسيد المسيح. ده جزء مخطوطه موجوده باللغه النوبيه، ودي اللي موجود شايفينه هنا باللغه النوبيه فعلا اهي، وده جزء من الانجيل، انجيل يوحنا اللي كانت هنا الاصحاح والايات والمكتوب بالظبط الترجمه بتاعته بالعربي اهو موجوده قدامي، هو نفس النص مكرر مرتين اهو وادي. الناس البعيدة واقع رغم اللي موجود ده انجيل يوحنا باللغة النوبية اصحاح 20 ايات 9 ل 12، الايات بتقول هو بيتكلم طبعا عن قيامة السيد المسيح، انهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب، بيتكلم عن التلاميذ، انه ينبغي ان يقوم من الاموات فمضى التلميذان لما راح القبر ايضا الى موضعهما، اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت من القبر ونظرت ملكين بثياب جديد جالسين واحدا عند الراس والاخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. ده الجزء اللي هو موجود في النوبي عندي للترجمه العربي بتاعته، وبعدين الجزء الاسئلي في عيد القيام عندنا في القداس. دي مجموعه برجيات مهمه جدا اللي الراجل بيتهيألي وشفت ان الجريتس موجوده تحت. برجيات جريتس من اهم واشهر البرجيات النوبيه اللي اتلقت في النوبي، جريتس واحد من الاخرين معروفين جدا وعمل كولكشن للبرجيات النوبيه واشتغل على البرجيات النوبيه بصوره كبيره جدا، وبالذات البرجيات اللي لقت في قصر جريتس، ويعتبر واحد من المتخصصين في اللغه النوبيه في كريتس. نفس الحاجه دي كلها من مجموعه كريتس. اختم بس الكلام بتاعي عن الكنيسه عموما او تخطيط الكنيسه في النوبه، ما كانش بيختلف خالص عن تخطيط الكنيسه في مصر عندنا اللي هو تخطيط البادي ليكي اللي هو بيرجع للمعبد المصري بتاعنا، ان الجزء الاوسط اكبر زي ما بيعملوا في الكرن كده، الجزء الاوسط اكبر اعلى من السقف، الاجزاء الجانبيه سقفها اوطى اضيق في العرض، وده اللي موجود عندنا هنا كنموذج من النماذج الموجوده عندي. وكده بختم محاضرتي عشان لو اي حد يحب يسال عن اي حاجه يتفضل. شكرا جزيلا.